على فكرة يا يوسف، القوات اللي ملصقين معاهم بدأوا يتحركوا معانا على نفس الخط. تمام. ألو، قاست كل، معلش مقصر معاكي، بس والله مسحول في الشغل. هاجيلك بكرة وعد. ادعيلي بس النهاردة أوي، وادعي لأكرم كمان، صاحبنا برضو. والله عايزين ناكل ملوخية. ماشي يا أمي، حاضر. لا لا إلا الله. يا واد الحنية دي، ده أنت طلعت رومانسي أوي. نتعلم منك يا عم أكرم. اللي احنا فيه ده الواحد ما يعرفش هيرجع تاني ولا لا. ربنا يستر. بدأنا بقى في الجو الدرامي. بقولك ايه، وانا مش طالباك، ممكن تركز كده النهارده؟ ممكن؟ خير. ها؟ ربنا يحميك يا حبيبي. ربنا يستر. على فكرة قدامهم 16 دقيقة ويوصلوا المكان ده. بص. 16 دقيقة؟ يعني مش 17 ولا 18؟ هي التكنولوجيا دي بقى هي اللي هتودي هيبت الدخلية في داهية. أهو زور في أهلك ده اللي هيودينا كلنا في داهية. أبوس رجلك، ركز النهارده. ممكن؟ أنا لسه ما اتجوزتش. لك الدنيا التكنولوجيا. وشك كله من وش ابويا زين، فيك منه كتير، العقل الميزان وروح الرجولة والقلب الطيب وإيدك الشديدة في الحق. عهد عليا فيك بروح الآخر نفس فيا. شكر سلمان ده كتير. مفيش حاجة تكتر عليك، ده ابن زين العطار، يعني أخويا. الله يرحمه. الله يرحمه ويبث روحه فيك. عارف يا أخويا، أبويا لما مات، أبويا زين خير أمي، أبي إن أنا وأخواتي نروح الدار أو إنه يصرف علينا شهريا، واخترنا نروح الدار. احنا لينا في زين العطار زيك بالظبط، ويمكن اكتر كمان. ابوك ليه جمايل كتيره قوي في رقبتنا، ونفسي يجي اليوم اللي رد فيه جميل واحد من جمايله علينا. ايه اتش، انت بردان ولا ايه؟ لا، اصل الشتا شكله قرب. اقعد يا ريام، اقعد. بتعمل ايه؟ قاعد بلعب. خلاص بقيت بتحب تلعب مع نفسك ولا بتهرب لحسن خايف اكسبك زي زمان؟ الدور ده اصله صعب عليك يا ريهام. حاسب على كلامك يا اتش، وبعدين الجيم ده باين عليه سهل وخلصان. يعني هو بقى سهل وخلصان، بس بعد ما اتعمل وراه شغل كتير قوي. شوف يا ريهام، الشطرنج ابيض واسود، حتت كبيره ملهاش اي لازمه غير انها بتحمي الملك. مش مهم تخسر قد ايه، ومش مهم تاخد وقت قد ايه، المهم ان انت تاكل ملك الخصم قبل ما ملك الخصم ياكلك. اهم حاجه تضرب تحصينات الخصم، ما تخليش اي حمايه في ظهره. كده خليه ياخد خطوته، وخليه يفهم انه ممكن يكسب. العربيات وصلت، انت في عربيه ولا في الله يا ابني بسرعه. انت هو الحمد لله على سلامتك يا ابن العطارين، كنت متاكد انك جاي. بعدها
تحرك له قطعة ما كانش يتخيل إنك ممكن تحركها له دلوقتي. وقف عندك يا زكريا. زكريا تبقى ايه اللي انا بقى شفت؟ السلاح فين؟ انا معيش غير سلاحي الشخصي اهو، وده مرخص، والسلاح اللي مع الرجالة وبرضه مرخص، مترخص من الداخلية من ظباط زيك بالظبط يا باشا. قولوا لي ايه اللي انتوا محتاجينه بالظبط عشان اساعدكم؟ بقول لك يا زكريا، السلاح هيتجاب هيتجاب، بس ساعتها تدور على اللي يساعدك مش هتلاقي. بس ده مش كفاية، لازم تستغل ان في قطع عندك بتعرف تنط، تحركها فجأة تربك الخصم. ولازم قبلها تشل أهم قطعة قبل الملك، الوزير. دلوقتي خصمك شبه وقع وخسر قطع كتير، بس ما خسرش الدور عشان لسه معاه الملك. أهم حاجة إنك تحسس الخصم بإنك أغبى منه، وإن هو أقوى منك، وإن كل القطع اللي أنت كسبتها كانت مجرد صدفة. ساعتها هيتحرك ويغلط أكبر غلطة وياكل أول حاجة يلاقيها في وشه. بس الحقيقة هي قطعة ملهاش لازمة، مجرد عسكري انت مضحي بيه.
قفل لي يا ابني المداخل والمخارج. عشان يبقى في الآخر كيشي ملك.